ايه الورد اللي ينفع لمناسبة ايه، ما هو مش كله برضو هيبقى ورد وخلاص دي يعني. مهمه قوي اللقطه دي، يعني احنا مش ما اظنش حد فينا فاهم ايه جاب لي ايه، احنا بندخل ده شكله عجبنا فيلا. لا ما بيختلف، هي بالالوان بيتهيألي الالوان كمان. يعني كل لون ليه معنى. ايوه يعني طب انا هقول لك، لو انت مثلا عايزه تدي ورد لصديقه هتختاري الوان ايه؟ بينك. لا ممكن، لا الاصدقاء بالذات بيبقى اللي هو الازرق اللبني، ده ليه رمز، رمز عميق العلاقه بينكو. صح، مع ان انا بتصدقي يا لينا لما بختار القلوب حتى في الايموجيز بتاعه التليفون، لما بختار أزرق. لما بكلم حد من صحابي بختار اللون الازرق، مش عارفه ليه. رمز الصداقه يعني الازرق يعني، دي معلومه حلوه قوي. الازرق صداقه، لو انا عايزه هدي صديقه او صديق فالازرق بقى حلو. تدخلي معاه ابيض حلو قوي، بيبي فلاور، لكن الاساس الازرق. اوكي الازرق. طب الحب لو انا الاحمر مثلاً... الاحمر مع الاصفر ده، وممكن برضو ابيض. الاحمر الحب معروف، الاصفر الغيره مع المحبه القويه اللي فيها حيويه. عباد الشمس كمان من الحاجات اللي حلوه جدا. ده ماي فيفرت بصراحه، بيفرق جدا قوي. في كل حاجه بيدي بهجه لانه هو رمز الصمود، بيدي زي فرحه في طاقة. الصين مثلا عباد الشمس ده عندهم في مناسبه لو بدايه علاقه، بدايه حد بيفتح مشروع، بيبقى عباد الشمس ده من الحاجات من الحاجات اللي هي بتدي نجاح وحيويه وطاقه حلوه قوي. وصمود كمان. مهنه مصممه ورود وديكور الورود تحديدا امتى بقى قلتي انا دي عايزاها تبقى مهنتي وده الشغل الاساسي بتاعي؟ بالظبط من 4 سنين. من 4 سنين بالظبط، من 4 5 سنين. مين اللي قال لك اول حد قال لك انا عايزك تصممي لي حاجه لمناسبه لفرح لحاجه؟ لا ده كان من زمان الموضوع قبل ما اتخصص قوي، ده كان من صحابك زمان. يعني ما بين دايره المعارف الصحاب القريبين. الاول الناس المقربين بجرب فيهم بعد كده بقى بدانا نتشجع، وطبعا جوزي اللي شجعني في الموضوع ده. حلوة قوي. ان احنا بقى طب ما طالما الموضوع بقى هدايا والمعارف الحمد لله جربنا فيهم والدنيا ماشيه بقى نشتغل بقى نشتغل. ايوه احنا نفضل نهادي يعني بقى طول حياتنا مش كده يعني. فهو صراحه اللي شجعني في الموضوع ده والحمد لله ماشيين الحمد لله. وبجد بتبسط جدا ان بيجي لي ناس تقول لي لا انا لفيت ولقيت ان الشغل بره كله شبه بعضه، انت حاجتك مختلفه. حلو قوي. دي الله. الكلمه دي ده الفيدباك بقى اللي خلاكي تاخدي ثقه اكتر ان انت عايزه تكملي في المجال ده. بس ميري انا اجي لك تعملي لي ايه؟ يعني مثلا انا اقول لك مثلا عندي مثلا مناسبه ما عيد ميلاد فانت مثلا يعني بتساليني ايه، بتعملي لي ايه؟ عايزه اتخيل شكلك كده مع الكلاينتس لما حد يجي لك انا عايزك تعملي لي المناسبه الفلانيه. تمام. بنقعد نقول ايه؟ هقول لك، هنتكلم ادق الاول شويه. مثلا عيد الميلاد هنقول في الافراح اللي انا متخصصه فيها اكتر، اللي هو افراح فعلا بيبقى فيها ورود او خطوبات مثلا. الخطوبات في البيت. طبعا الخطوبه او الفرح دي بتبقى مناسبه مهمه جدا للاسرتين طبعا، للعريس والعروسه. دي حاجات لازم نهتم تطلع بذكرى حلوه طبعا. فبعد ما العريس والعروسه بنختار اعرف هي بتحب الوان ايه، لو هي مثلا قالت لي الوان معينه اقول لها ده يليق على بعضه، اقول لها بقى خبرتي يعني. هي بتقولي الاول بسمعها حلو، وبعدين بديها الخبره اللي تخلي الفرح يطلع حلو. يعني بحاول على قد ما اقدر، حتى لو هي مصممه بحاول انا اقنعها واوريها اشكال عشان تبقى هي كمان مرتاحه يعني. حلو قوي. بشوف المساحه، المكان فين، الميعاد امتى. دي كلها اسئله لازم اللي انا اسالها طبعا يعني. طيب انت قلت لنا دلوقتي ان الالوان ليها دلالات، هل بقى الانواع كمان ليها دلالات؟ يعني مثلا زهره التوليب من الزهور والكله، دي من الزهور الحلوه جدا في الافراح. دايما بشوف العرايس ماسكين الجيرب بتاعهم بيبقى توليب ده. دي والهيدروجينه زي ما شايفين مثلا في البوكيه ده، لو ينفع اجيبه. اتفضلي. لا انا عايزه اعرف ايه الهيدروجينه دي. عشان انا ما اعرفهاش. يا بصي البوكيه ده قوي، ده تحفه تحفه. بصي الورده نفسها حجمها حلو، درجات الوانها حلوه تحفه، بتدي بهجه كده، بتدي فخامه في البوكيه زي ما احنا شايفين. هو رقيق قوي البوكيه جدا جدا، وتفاصيله كمان حلوه جدا يعني. الايد وحاساه ينفع قوي فرح الصبح في جاردن، هيبقى لذيذ قوي. يبقى فريش كده حلو، مزدهر كده. طب عايزه اسالك، الناس بتروح اكتر في الافراح وفي المناسبات للورد الطبيعي ولا الورد الصناعي ولا على حسب البادجت يعني؟ طيب